الوضع فاش وقع لنا الزلزال، ما انا كنت في السبيط هذا 10 ايام، فاش ما قالوا لي شي محسنين كيدوزوا من هنا، هذا الاخر ما بقى لا محسنين لا حتى شي حاجه، ولا حتى ذاك الدعم ديال 2500 درهم ما كاينش، ما استفدنا من حتى شي حاجه، وحنا قاعدين في هذو الخيام هكا. تشوفي الوضعيه ديالنا فين كاين. جاكم الاحصاء؟ الاحصاء الاول كاحصاو لنا الديور، ولكن باش نستافدوا من شي حاجه الله لا اله الا الله. شنو الوعود اللي قدموا لكم؟ قدموا لنا باش يعطوا واحد 2500 درهم شهريا، ما توصلنا حتى شي حاجه، درنا شكايات للقائد وهذا الشيء وما توصلنا حتى شي حاجه. ما قالوا لكم ولا ما قالوا؟ ما كاين لا جواب لا حتى شي حاجه كاينه، ما كاينش والو. دابا حاليا من هذا السيزون وانتم هنا، وحنا هنايا في هذه الخيام حنا في البرد. وقع الزلزال حنا جينا لهاد الخيام ما استفدنا حتى بشي حاجه، ولا اللي كاع درنا الشكاوات للقائد، درنا شحال من ناس ما كاين لا دعم لا شي حاجه. واحد الاحصاء تحصينا حصاونا حصاو لنا الطيور، وعاودوا ثاني جاو احصاء اخر وما توصلنا حتى بشي حاجه. وحنا في قدمنا شكايات للقيوال ما رد والو، ما كاين لا جواب لا حتى شي حاجه. ما المحسنين في الاول كانوا محسنين تيوقفوا هنا، درك ما بقى لا محسنين لا والو، كل واحد راسي يا راسي. نهار الزلزال انتم في الخيام، نحن منطقه اسد. اي مؤخرا صفات الشتاء، كانت الشتاء دخلت لنا الشتاء كاع لتحت الفراش من التحت، كاع تزقوا حوايجنا بالشتاء وما كاين اللي راعي لك ولا ما هادشي ليه. الحاله احنا تنشوفوا الفقر، ها هو الفقر، وبنادم راه هو مسكين قاعد في خيمه لا اله الا الله. شحال انت في الاسره ديالك؟ احنا 8 الناس. خيمه واحده؟ خيمه واحده، 8 باش تنعسوا هنا وتكرفيص ولا اله الا الله. ما كاين ما كيبان لنا الخيم بزاف. شحال تكون عدد الاسر اللي هنا؟ تكون شي 150 اسره اللي كاينه هنا في هاد الدول العرب. دول العرب تتسمى هنا دول العرب، هاد المنطقه كلها هي، والدوار عندها راه مزلزل، راه كل الديور مخليين تما. ايوا هادشي اللي كاين، الله يعطيكم الرضا. ايوا ترس المسؤولين تنطالبوا منهم يشوفوا الاوضاع ديالنا، وهذاك ما استفدنا حتى شي حاجه من هذيك الشكايات اللي درنا، وهذيك 2500 درهم اللي قال لك بيعتها شهريا ما كايناش، ودرنا شكايات لا رد من السلطات ولا ما كاين شيء، كاين الله سبحانه. انا من دائره اسني دوار العرب، اسمي الصحراوي عمر باسم دوار العرب. شرفوني ان اشكر سيدنا مولاي السلطان مولاي السادس محمد، الله ينصرو لينا والله يطول لنا في عمره والله يحفظه. ولكن احنا المعاناه اللي عندنا هنايا مازال ما شفنا والو، مازال ما شفنا والو. تنطلبوا من الله تبارك وتعالى وسيدنا والسلطه المحليه باش يجيو يشوفونا حنايا. انا عندي معاق وعندي معاقه وباقي تنترعد من هذاك الزنزال. دابا انا عندي امراه ما عندهاش ليد، وعندي واحد الدري تيدير دياليز، راجل قاعد تيدير دياليز. دابا المعاناه انا مازلنا ما وصلنا حتى شي حاجه. كنطلب الله تبارك وتعالى من السلطه المحليه باش يشوفوا معنا هنايا في هاد المنطقه هذه. الدار ديالتي طالعه فيها ثلاثه طبقات راه رابت طاحت علينا. دابا النظر لله تبارك وتعالى والسلطه المحليه. وسيدنا حنا الظروف لاله كانت العجاج هنايا والشتا، وطاحوا القياطن علينا هنايا، طاحوا هاد القياطن هذا، وجوج الليل جوج الليل ولا ثلاثه الليل فاش طاحوا علينا القياطن هنايا، وبقينا تنعانوا. تا جاو شي رجاله مساكين عاونونا وقعدوا لنا القياطن وداروا لنا الميكا، وحنايا دابا هنا تنعانوا. سمعنا انهم غادي يحولوكم من هاد البلاصه. لا لا ما غاديش نتحولوا، انا داري حداهم، انا داري غير هنايا. علاش بغيو يحولوني؟ انا داري حدايا تحت حدايا داري طالعه بالمنايا باش طالعه ليا داري دوس عليها عمري. لا 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 ما عندهم ما يدونا حنايا. حنا تنطلبوا من السلطه المحليه باش تشوف من حالنا وباش يعاونونا. ودابا راه الشتا هادي والثلج وغادي تجي المعاناه، وحنا لا اله الا الله محمد رسول الله. الخبر ان المساعدات كتوصل للبونج والطاوله. داك الشيء وصل في الايامات الاولى، الايامات الاولى وصلونا وعطاو للناس، ولكن دابا شي 15 يوم هادي ما باقيش توصلنا شي حد، ما باقي يعيط لنا حتى حد.
كطالبوا دابا؟ حنا دابا تنطالبوا باش يعطونا شي برارك باش نستقروا فهاد الشتاء هادي. الشتاء هادي جايه والثلج، وعندنا المعاقين، عندنا الدراري الصغار، ولا اله الا الله. تنطلبوا من الله ومن سيدنا مولاي الحسن، ومن سيدنا مولاي السادس، ومن السلطه المحليه باش يعاونونا. الدعم لا لا كاين اللي وصلوا كاين اللي ما وصلوا، اللي كيتساهلوا راه وصلوا، والناس راه كتطلب. انا دابا غادي نقول واحد الشعر على سيدنا مولاي السلطان. سيدنا مولاي السلطان عاونوا ربي والنيه، سيدنا مولاي السلطان عاونوا ربي والنيه، سيدنا دار المشاريع كتار والما يجري بالقدار كامله فرحه الاميه. سيدنا عاونوا ربي والنيه، سيدنا مولاي السلطان هكا فرحه الادميه. الله ينصرو والله يعاونكم والله ينصركم حتى نتوماتي، وتنتمناو ان شاء الله الظهور للمغرب، كل شيء يعود كل شيء بخير وعلى خير. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.